عايز بقى اكتب هنا تكست قلنا هنعمل ايه؟ ارسم اكتب هنا ايه؟ تكست. عايز اكتب ده 12 فاي كام؟ فاي 16. اكتبهم ازاي؟ اخد هنا تكست اقول 12 علامه الفاي مش هتلاقي جوه البرنامج هنا. فبنخش مع الويندوز نفسه حاجه اسمها كاركترستيك مان. حاجه اسمها ايه؟ كاركترستيك مان. بختار من هنا وافضل انزل لحد ما الاقي علامه مين؟ علامه الفاي، علامه التسليح نفسها. بتلاقي طبعا الاشكال كلها اللي انت عايزها بتنزل لحد ما تلاقي علامه الفاي مثلا. فين علامه الفاي؟ مثلا اهي، لا دي سيتا اهي فاي. تقول له سيلكت وتقول له ايه؟ كوبي، وتقفل وتيجي هنا تقول له ايه؟ كنترول بي. نعم؟ ماينفعش ايه؟ كده رحت فين؟ اهي 12 فاي كام؟ 16. تروح جاي تاخد ضغطه بره خلاص خلصت التكست. 12 فاي 16. عايز تكتب ستيرفس تعمل ايه؟ تعمل تكست جديد وتقول له ايه؟ ستيرفس كام؟ 5 فاي كام؟ 8 على المتر بنفس ايه؟ كده بالظبط. احنا كده رسمنا ايه؟ الديتيل كام؟ كان ممكن بقى سريعا معلش كده مش هياخد برضه ديتيل ان انا كنت استوردها من الكاب برضه. اخد لوحه زي دي استوردها من الكاب وارسم على طول دايركت، مش تاخد دقيقه والله. اعملها ازاي؟ اخد حاجه زي دي بس خد بالك الديتيل دي كانت مضروبه في كام؟ 2. لو انا خدت ده كده اهو كام؟ 60 سم كان مضروبه في 2. اعمل ايه؟ اروح جاي واخد ديتيله. طبعا انت هتاخد اللوحه كلها، انا هاخد مثلا ديتيله زي دي سريعا كده، خليها ديتيله جديده ثانيه ديتيله زي دي كده سريعا. اقول له ايديت كوبي. طبعا انت هتكون واخد ايه؟ اللوحه كلها كامله. فايل تقول له نيو، تيجي بالجنب هنا تقول له امبريال متريك، انا اسف ايديت بيست، حطيت القطاع خلاص. تقول له فايل سيف اس، هنسميها ايه؟ فين محاضرة النهارده برضه اهي؟ اهي هنديها اسم وليكن كولم سيكشن تو ريفت اهو. عشان ابقى فاكر اقفل القطاع اقفل ده خلاص. اجي من هنا اقول له ايه يا جماعه؟ انا جوه 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 انوتيت جوه درافتنج. اقول له انسيرت، اقول له ايه؟ بورت كات. فين لوحه الكاد يا سيدي؟ هقول له لوحه الكاد اهي كولم سيكشن. اظبط كل بلاك اند وايت الابعاد كل حاجه اقول له اوبن ماشي. نزلت فين؟ نزلت فين؟ ما هي المشكله ان احنا ما حددناش ست. ممكن اقول له زد زوم اهي فوق اهي. بص شايف لو عملت زد بس كده هيجيبها لك عادي، تاخدها تنقلها انت عادي مش مشكله. بص بص شلون صح. طالما انت راسم الحاجه 30 70 سيب معاك المتريك ملي متر. الكلام ده يفرق فين؟ في الانوتيشن. يعني خط الاكس لو انت رسمه مع بعض كده هتلاقي الخط ايه؟ محتاج تزود السكيل شويه، قلل السكيل شويه. انما كدايمنشن لا، هو ده مرسوم 30 في 60. مرسوم 30 في 60 ملوش دعوه. فممكن اقول له ايه؟ امبل واروح جاي اعمل دي موف اهو من هنا اخدها معايا فين؟ طبعا انت تكون راسم اللوحه كلها تاخدها معاك تحت ده كده اهو تنزل ادي راح تتكلم. طبعا شكلها معموله بسكيل امبل. ليه كبر كده يا جماعه؟ حد متخيل ليه كبر كده؟ يعني عشان السكيل انا واخد بسكيل 1.25 وصلت؟ عشان انا واخد سكيل كام؟ يعني المفروض دي كانت اتضربت في كام هناك كام برضه في الكاد؟ كانت بتقل كام؟ 1.25 تنزل كام؟ ربع تضرب في ربع عشان تبقى 1.25. كان المفروض في الكاد ده نفسه كنت عملت في الكولم سيكشن اللوحه خليتها اي فايل اوبن من هنا كده اهو كنت اضربها في سكيل خليها كام؟ اس سي سكيل انتر. النقطه دي احنا قلنا كام؟ 1.25 صح؟ وارجع اقول له ايه؟ فايل سيف عادي ممكن توديها ل 0.0 اريح لنا وممكن تسيبها وتاخدها ريموف عادي يعني. تقول له امبورت انا عملت سيف ولا ايه؟ زد انتر خلاص زد سبيس انا هجيب لك اللوحه خدها موف. تقول له امبين الاول خدها موف اهي وصل ده مش بس عرفت الكلام اللي انا بقوله. خد هنا كده كل اللي عليك تعمله هتعمل ايه بقى؟ تيجي على لير زي دي مش عايزها تقول له انكويري. انكويري فين انكويري؟ اهي كويري. تقول له ايه اللير دي؟ هيقول لك اللير ده عايز تعمل ايه؟ قول له هايد للير دي احذفها لي خلاص. ارسم ده ازاي بقى سريعا بقى؟ اقول له ديتيل لاين. شوف بقى السرعه هنا بقى ديتيل لاين. اقول له يا جماعه سيك ايه؟ سيك ديتيل. اقول له ايه؟ بيك بقى اهو بيك
بس كده. عايز اعمل ايه؟ سم اهو. انا بقول لك انا بضغط عليه مره اهو. ممكن تقف على ده وتاب، تضغط تاب، بص كده اللي يحصل، حدد لك الشكل كله. اقف عليه واضغط تاب، حدد لك الشكل كله. اقف على ده وتاب، اضغط الشكل كله. اترسمت اللي يبقى انت ممكن من الكاد في ثانيه ترسم وتاخد التكست تكتب اللي انت عايزه، والتكست ده لو كود بيتكتب في الكاد انت تعدل عشان يقراه. انا برضه عامل فيديو ازاي تقرا الكود ده. في مشكله ازاي استورد؟ تمام كده؟ تمام كده.